cardio onto. هو مدير الكارديو احنا مش هناخد فيه حاجات كتيرة، هو بس هو عبارة عن محاضرتين هنتكلم فيهم. أول محاضرة تبقى كاردياك ماسز، تاني محاضرة تبقى كارديو مايوباثيز. اتفضل المحاضرة بتاعت الفاسكولار مالفورميشنز ده آخر فاسكولار، هتبقى آخر محاضرة إن شاء الله قبل الأجازة بتاعتي. طيب اللي هناخده النهاردة الكاردياك نيوبلازم أند دير ميمكس. هنتكلم عن البناين كاردياك نيوبلازم، وهنتكلم عن مالجنت كاردياك نيوبلازم، وهنتكلم عن تيومر ميمكس، حاجات تشبه تيومرز وممكن تتلخبط مع ما بينها وبين التيومر، بس هو مش تيومرز. طيب السيمتومز، الجنرال سيمتومز بتوع معظم الكاردياك نيوبلازم بتبقى ممكن يبقى في جزء منهم يبقى سيمتوماتيك خالص، ما عندهمش سيمتومز خالص، بس ممكن يجي الماس دي ممكن تنترفير with cardiac contractility، فالعيان يجي يشتكي من heart failure، symptoms of heart failure، او ان هي تبوظ الريتم بتاع الهارت، فيجي العيان يشتكي من arrhythmia، وده common symptoms للعيان بتوع عندهم cardiac masses. او ممكن في بعضهم يقفل الفتحات بتاعة الاوترو يعني البلمونري او الاورطة، او ان هو يقفل الفالف يخش جوه الفالفس يعني فيسده مرة واحدة، فممكن يؤدي إلى sudden death أو syncopal attack لو هو transient سد وخرج، فممكن يعمل some sort of syncopal attack. فدي general symptoms بتوع معظم cardiac masses اللي هنتكلم عليهم. هنبدأ بالأول بالbenign cardiac masses أو benign cardiac neoplasm، وهم ثلاثة الحقيقة أشهر ثلاثة يعني ميكزوما وليبوما وفايبروما. اول حاجه الميكزوما او الكاردياك ميكزوما، وزي ما احنا شايفين كده هو بيقول اتريال ميكزوما، لان غالبا الموست كومن سايت اوف اوريجين بتاعها هي الاتريوم، غالبا الميكزوما بتطلع في الاتريوم. الحقيقه ده الموست كومن نيوبلازم كاردياك نيوبلازم على الاطلاق، يعني لو بتكلم على الكاردياك اكتر موست كومن كاردياك نيوبلازم على الاطلاق على وجه الاطلاق هو الميكزوما. فالميكزوما اتي ذا موست كومن كاردياك نيوبلازم على الاطلاق، وبيبقى في سن كبير شويه، وعاده بيبقى في الفيميل ليها فيميل بريدومينانس، وزي ما اتفقنا ان هم ليهم نفس الساينز بتاعت او السيمتومز بتوع الجنرال كاردياك نيوبلازم، ان هو ممكن يبقى اسيمتوماتيك او ممكن تيجي باوبستراكشن للفالف، او ممكن بان هي تلخبط كهربه القلب تعمل كاردياك اريثمياز. طيب عشان اشخص الاتريال ميكزوما بلاقي ببساطه خالص انتراكافيتري ويل ديفايند ليجن، الاقي جوه الاتريوم في كوره فيري ويل ديفايند ليجن موجوده within the atrium. طيب هو اكتر في الاتريوم الليفت اتريوم والرايت اتريوم؟ لا هو الاكتر الليفت اتريوم، بيبقى اكتر الليفت اتريوم اكتر من الرايت اتريوم، بس ما يمنعش تيجي في الرايت اتريوم. المهم ان بلاقي جوه الاتريوم there is intracavitary، يعني جوه الاتريوم في كوره كده ويل ديفايند ليجن. الليجن دي بشكل او باخر لازم تكون attached to the interatrial septum، لان هو ده الاورجن بتاعها، الاقيها بمسكه او لمسه بشكل او باخر الانتراتريال سيستم ده، وانا بتكلم ان دي ذا رايت اتريوم ودي ذا ليفت اتريوم وده الانتراتريال سيستم، الاقي الماس ليجن موجوده انتراكافيتري واتاتشد تو ذا انتراتريال سيستم. لو انا بتكلم ان دي ذا رايت اتريوم ودي ذا ليفت اتريوم وده الانتراتريال سيستم، الاقي الليجن ده فيري ويل ديفايند موجود within the cavity of the atrium and attached to the interatrial septum، زي ما احنا شايفين ماسك في الانتراتريال سيستم بشكل او باخر، لان هو بيقول الاورجن بتاعه هو الانتراتريال ايه انتراتريال سيستم. وبيقولوا لازم تكونسيدر الكاردياك ميكزوما لو لقيت فيري ويل ديفايند نون انفيزيف انتراكافيتري ليجن موجود في الاتريوم، لازم تعتبر ان ذيس از كاردياك ميكزوما. يو شود كونسيدر كاردياك ميكزوما ان بيشنت ويز ويل ديفايند نون انفيزيف اتريال ماس، ده زي ما اتفقنا it is very common and very instance بتاعها عالي جدا ان احنا نشوفها في الايه او من ضمن الموست كومن كارديك نيوبلازم بنشوفها. طيب في حاجه مشهوره جدا بيها الكارديك ميكزوما وكاركترستيك بيها جدا ان هي بتتحرك، يعني ايه هي attached to the interatrial septum، ممكن تبقى بدانكيريت او ممكن تبقى سيسايل، يعني يبقى البيديكل بتاعها صغير تبقى سايل بس ممكن تبقى كبير بدانكيريت. فلو هي بدانكريتد ممكن تتحرك مع الكونتراكتيليتي بتاعت الاتريوم، الاقيها كانت فوق ومع الكونتراكتيليتي تنزل لتحت، وفعلا بتبرولابس ثرو ذا فالف، فتلاقيها اتحركت في الفالف وبعد كده تلاقيها اثناء السايكل الثانيه تلاقيها رجعت مكانها. فالبرولابس دي حركه كاركترستيك جدا للاتريوم ميكزوما، فبيقول لك ان هي مي شو ستوك اند برولابس ثرو ذا الفالف الاتريو فنتريكولار فالف،
لقيها مره في واحد الكاردياك سايكل لقيتها نزلت ورجعت تاني مكانها. في الايمجز بتاع الهارت في بنصور حاجه اسمها سيني ايمجز. سيني ايمجز دي صور متحركه يعني كاننا بنصور فيديو شورت فيديو كده. تقدر تشوف الكاردياك سايكل وهو بيتحرك, فتقدر تشوف الحركه بتاعه الموشن بتاعه الماسز دي اثناء الكاردياك سايكل. تقدر تشوف هو بيتحرك تنزل لتحت وتطلع تطلع لفوق. حقيقه is very characteristic للاتريال ميكزوما اللي change with the position during cardiac a cardiac cycle. الاتريال ميكزوما في الكونتراست انهانسمنت بتاخد كونتراست انهانسمنت. الحقيقه احنا في الايمجنج بتاع الهارت بناخد كارد الانهانسمنت بتاعها متاخر شويه, عشان كده بيسموها ليت جادولينيوم ايمجز. الليت جادولينيوم ايمجز لان هي ايمجز متاخره شويه بعد حوالي 15 دقيقه من 10 15 دقيقه. فالانهانسمنت لو الليجن خد بيسموه ليت جادولينيوم انهانسمنت. الليجن بياخد ليت جادولينيوم انهانسمنت. والحقيقه الانهانسمنت ده از فيري امبورتنت عشان يميز لي الماسز من اذر حاجات تانية. زي ما هنتكلم الاتريال ميكزوما بيتلخبط مع الاتريال ثرومبس, ودي حاجه كومن ان الاتريوم ده زي ما هنعرف ان هو مكان مشهور للثرومبس. وبالتالي عشان افرق ان ذيس ثرومبس او ذيس ماس افرق ما بينهم ازاي؟ لو خدت انهانسمنت يبقى ذيس اتريال ميكزوما ذيس ماس ليجن, اما لو الثرومبس مش هتاخد ايه, مش هتاخد انهانسمنت. وبالتالي اتريال ميكزوما بتاخد سام سورت اوف هيتروجينس انهانسمنت, وده يفرق لي الميكزوما من اذر انترا كاردياك ايه ليجنز. نعم طبعا كده في البروتوكول لازم بعد ربع ساعه بعد من 10 15 دقيقه خلاص. ممكن الاقي فيها كالسيفيكيشن, ممكن الاقي موذين ذا ليجنز ده انتر كابيتال ليجن اتاتش تو ذا انتر اتريسيبتا, ممكن الاقي فيه كالسيفيكيشن ممكن, ويقولوا ان هو مور كومن في الرايت اتريال ميكزوما عن الليفت اتريال ميكزوما, بس ما يمنعش برضو ان احنا نلاقي فيه الليفت اتريال. المهم يبقى فيها كالسيفيكيشن. ده كان اشهر تيومر على الاطلاق بيطلع في الكاردياك في الهارت اللي هو الكاردياك ميكزوما. تاني واحد هو الكارديك ليبوم. والليبوم زي اي ليبوم في الدنيا هي عباره عن ات از انيوبلازم بيحتوي على فاتي تيشو. عاده بتبقى سيمبتوماتيك بس ما يمنعش انها تيجي باذر سيمبتومز اللي اتفقنا عليها. بشخصها زي ما بشخص ليبوما في اي حته, بس المره دي بقت في الهارت. انا الاقي في فاتي ليجن موجود within the cavity او within the wall of the heart. فاتي ليجن ازاي الاقي في السي تي؟ الاقي لو اتنيويشن, ولو است الاقي بالماينس اللي هو الفاتي تيشو ده خلاص. او ان انا لو عملت ام ار اي هلاقي ان هو في تي 1 بيبقى هاي, ولو عملت فات سبريشن الاقيه ايه سبريست ان فات سبريست ايمجز. المهم الكاركترستيك بتاعت الفات هلاقيها within the heart, يبقى this is cardiac ليبوم. بيبقى well defined lesion capsulated lesion موجود within the heart showing الفاتي كاركترستيك, يبقى this is cardiac ليبوم. الحقيقه الليبوما ممكن تبقى انترا كافيتري تخش جوه الكافيتي كده, او ممكن تبقى موجوده within the wall او within the atrium او within the inter ventricular septum في السبتم, سواء كان inter ventricular او inter atrial septum. او الاشهر وده اللي بنشوفه اكتر انك تلاقيها طالعه من البريكارديوم ورايحه داخله within the pericardium, يعني هو بالبريكارديال لير وطالعه بروجكتنج within the pericardial space. فلاقي ان هي دايما بتبقى محوطه لايه, محوطه الهارت. الحقيقه البريكارديال ليبوما من ضمن الحاجات المشهوره او من ضمن السايت المشهوره للكاردياك ليبوما, انك تلاقيها within the pericardial ايه within the pericardial space. مش هنختلف او الموضوع مش صعب لانك هتلاقي فاتي ليجن موجود ايا كان مكانه, المهم بيحتوي على characteristic of fat, فديس از كاردياك ايه كاردياك ليبوما. الحقيقه الكاردياك ليبوما بيقولوا مشهوره مع العينين بتوع تيوبرس سكليروزس, فممكن تلاقي مع العينين تيوبرس سكليروزس تلاقي فيه ليبوما في الهارت كده, او ممكن حتى ايفن تلاقيها مالتيبل ايه مالتيبل ليبوما. زي ما احنا عارفين التيوبرسكلوز بيبقى مشهور بالانجيومايلايبوما, وفي الشيست بيبقى مشهور بالسيستات اللي هي اللام اللي هي الليمفانجيومايوماتوزس, وممكن الاقي في لايبوما او انجيولايبوما في اي مكان تاني منها الليفر او اي حته تانيه ده التيوبرسكلوز. طيب تالت بناين تيومر مشهور هو الكارديك فايبروما. والحقيقه الكارديك فايبروما من اسمه اتيز نيوبلازم بيحتوي على فايبروس تيشو. والحقيقه الكاردياك فايبروما مشهور جدا جدا في الاطفال. It is the most common tumor in children. حوالي 90% بيحصل بكاردياك فايبروما بتحصل في الاطفال. والحقيقه ان ده لما بنشوفه في لما بلاقي نيوبلازم في الاطفال انا بشخص في الاول او بحط في دماغي في الاول لازم احط في دماغي الكاردياك ايه كاردياك فايبروما. طيب حوالي من 85 ل 90% بيبقى موجود في الاطفال, 15% بتبقى موجوده في الادوليسنت او الايه او الادلت. ونفس السيمبتومز اللي احنا اتكلمنا عليهم ممكن تبقى موجوده. طيب الكاردياك فايبروما مكانه فين؟ مكانه فينتريكيولر.
فهو بيبقى ventricular mass lesion، بيبقى well defined ventricular mass lesion، الاقيها طلع اكتر within the wall of the ventricle، فبيبقى ميورال يعني مش intracavitary، لا ده غالبا ميورال، فبتبقى ميورال ventricular mass lesion. وكمان لازم احط شرط مهم اللي هو قبليها ان هي تكون سوليتري. ليه؟ لان هتبقى في ديفرنشال مهم جدا بيحصل في الاطفال، الرابدوميوما بتبقى موجوده في الاطفال، بتبقى مالتيبل، بتبقى اكتر ان هي تيجي مالتيبل. وبالتالي لما الاقي في سوليتري فينتريكولار ميورال ماس ليجن ان تشيلدرن، لازم تحط في دماغك ان ذيس از كاردياك كاردياك فايبروما. كاردياك فايبروما مشهوره ان هي ممكن تلاقي فيها فوساي اوف كالسيفيكيشن، وده ياكد او يزود الدايجنوزس بتاع الكاردياك فايبروما. الكاردياك فايبروما بتبقى هايبو انتنس ان تي 2، الحقيقه ده كاركترستيك جدا، وخصوصا لو ساعدنا او هيلبفول جدا، خصوصا لو لقيت الفنتريكولار ماس ليجن في سن اكبر شويه من الاطفال. لو لقيت في سن كبير شويه من الاطفال ممكن تحتار شويه باذر ماس ليجنز. السن الصغير ده بيديني كلو او بيقلل ديفرنشال دايجنوز، لو لقيته في سن كبير وجود التي 2 او الهايبو انتنس ان تي 2 ليجنز ده كاركترستيك بانه هايبو انتنس ان تي 2، ده يميزها عن بقيه الليجنز الثانيه، لان مفيش اذر كاردياك ماسز لو سيجنال ان تي 2 غير الكاردياك فايبروم. فبيقولوا ان التي 2 هايبو انتنسيتي از فيري ان كومن ان اذر كاردياك تيومرز، وبالتالي اند سترونجلي سجست فايبروما وين ات سين. وبالتالي لو لقيت كاردياك ماس فنتريكولار and showing low T2 signal, low in T2 signal, this is characteristic of cardiac fibroma. واحنا عارفين ليه هو ليه في T low T2، لان it is a 5 plus A 5 plus sure 5 plus it is low signal in T2. الكارديك فايبروما بتاخد enhancement in late gadolinium images، فلاقيها بعد الانهانسمنت ده T1 قبل الصبغه، وده تشوف late gadolinium enhance، بتاخد intense avid enhancement in late gadolinium images. وده برضو مهم. ليه مهم؟ لان زي ما قلنا الديفرنشال دايجنوز بتاع الكاردياك فايبروما، اشهر كاردياك الديفرنشال دايجنوز هو الرابدوميوما. الرابدوميوما ده بيحصل في الاطفال وبيطلع في الفنتريكل، ولكنه اكتر بيبقى مالتيبل، وبيبقى مع العيانين بتوع تيوبرس سكليروز برضو زي الليبوم، بيبقى مع العيانين بتوع تيوبرس سكليروز. ولكن الفرق ما بين الرابدوميوما والكاردياك فايبروما، قلنا المالتيبلستي اكتر مع الرابدوميوما عن الفايبروما. تاني حاجه السيجنال كاركترستيك، الرابدوميوما بتبقى شبه الهارت في كل السيكونسز، الاقي الليجن شبه الهارت في كل السيكونسز، لان هما بيقولوا الرابدوميوما دي هي عباره عن هامرتوما، اتز ا هامرتوما، هي عباره عن نسيج من الهارت بس تكاثر بشكل ملخبط فعمل الرابدوميوما، فلاقي السيجنال بتاعتها شبه الهارت في كل السيكونسز. وبالتالي ان ليت جادولينيوم ايمجز مش هلاقيها واخده صبغه بعنف زي، لا الاقيها شبه الهارت ومش هقدر افرقها ما بين الوول بتاع الهارت. ده الليت جادولينيوم، شايفين التيومر اهو، التيومر اهو، لو بصيتوا على السيجنال كاركترستيك هنا شوفوا الوول، بقيه الوول بتاع الهارت، لقيت ان نفس السيجنال دي هي نفس السيجنال دي نفس السيجنال دي نفس السيجنال دي، فهو دايما واخد نفس السيجنال بتاع الوول بتاع بتاع الهارت. وبعد الصبغه زي ما احنا عارفين ات از ما بياخدش صبغه زي الايه زي او تنس الهضم زي الايه زي كاردياك فايبروم. وبيقولوا الكالسيفيكيشن ده كاركترستيك للفايبروما ومش موجوده في الرابدوميوم. وبالتالي الديفرنشال الاساسي في العيانين او العيال اللي عندهم كاردياك فنتريكولار كاردياك ماس هم حاجتين، الفايبروما والرابدوميوما. ودلوقتي عرفنا ازاي نفرق ما بين الاثنين بالمالتيبلستي والكالسيفيكيشن والانهانسمنت ان ليت جادولينيوم ايمجز. طيب دولت كانوا اشهر بناين كاردياك نيوبلازم. مين هم اشهر مالجنانت كاردياك نيوبلازم؟ اشهر مالجنانت كاردياك نيوبلازم هم واحده اسمها الساركوما، والاشهر منها هي الميتاستاسيس. طيب الكاردياك ساركوما ات از نيوبلازم، مالجنانت نيوبلازم، واحنا عارفين ان كلمه ساركوما طالع من ات از نيوبلازم، مش طالع من الابيثيليوم، طالع من الكونكتيف تيشو. اي حاجه طالعه من الكونكتيف تيشو ات از ا ساركوماتس نيوبلازم. ممكن يبقى انجيو ساركوما، ممكن يبقى فايبرس هيستوسايتوما، ممكن يبقى اوس ساركوما، ممكن لايمايو ساركوما، ممكن يبقى اي حاجه، بس اشهر نيو مالجنان ساركوما تطلع فيه الهارت هي الانجيو الانجيو ساركوما. طيب تبقى اكبر في العيال في الناس الكبار، العيال الصغيره ما بيحصلش فيهم مالجنانسي. مالجنانت نيوبلازم كاردياك نيوبلازم ات از رير ان تشيلدرن، عشان كده قلنا ان دايما بلاقي في ماسز ان تشيلدرن بفكر في الفايبروما او الرابدو او الرابدو مايوم. طيب ونفس السيمبتومز اللي احنا جنرال سيمبتومز اللي احنا اتكلمنا عليها، المانيفيستيشنز بتاعتها او بتيجي ازاي؟ بتيجي كانها انفلتراتيف او انفيزيف ماس ليجن.
انفلتراتيف او انفيزيف ماس ليجن موجود في الهارت. طيب هي اشهر فين؟ قال لك اشهر موجوده في الاتريوم والرايت اتريوم اكتر من الليفت اتريوم. فهي بتبقى انفلتراتيف او انفيزيف ماس ليجن موجود within the wall of the atrium في الليفت اتريوم اكتر من الايه من الرايت اتريوم، بس ما يمنعش ان هي تكون موجوده في other chamber. فلاقي فيها واحده حاجه ليجن كده سارح الديفايند مش قادر احدده، مش ويل ديفايند از انفلتراتيف از ان انفيزيف ليجن موجود within the wall of the atrium، وبالذات لو كان الرايت اتريوم اكتر من الايه من الليفت اتريوم. طيب الحقيقه انا لما بلاقي انفلتراتيف ليجنز موجود في الهارت بفكر في ميتاستاسيس اكتر من افكر في الساركوما. ليه؟ لان ميتاستاسيس 40 مره مور كومن من الكاردياك ساركوما، وبالتالي اذا موست كومن مالجنانت نيوبلازم كاردياك نيوبلازم لو بتكلم بصفه عامه يبقى الميتاستاسيس يليها بعد كده الساركوما، اما لو بكلم على كبرايمري نيوبلازم يبقى الساركوما رقم واحد. ولكن لو بتكلم على مالجنسي عموما لا الميتاستاسيس الايه رقم واحد، ويبقى نفس المنظر ان هو بيبقى انفلتراتيف، وهنعرف ازاي نفرق الاثنين من بعض. طيب عشان كده بنحط شرط اساسي اما افكر في الساركوما، ان انا اقول ان ديس انفلتراتيف ماس ليجن اللي شفتها لازم يبقى العيان نوت نون برايمري، ما عندوش هيستوري اوف برايمري. يبقى لازم تاكسكلود لما تلاقي انفلتراتيف ماس ليجن انت بتفكر في الميتاستاسيس. طب اللي يخليك تفكر في الساركوما ايه؟ ان العيان ما عندوش هيستوري اوف ايه اوف برايمري. طب يبقى ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى كاردياك ايه كاردياك ساركوما. طيب ايه الباترن او ايه اللي يقول لك ان هي دي او ايه مظاهر الانفلتريشن اللي موجود في الهارت؟ والله مظاهر الانفلتريشن دي ممكن تلاقيها لو موجوده هنا وبدات تطلع في البريكارديوم بره، فبدات انفلتريت البريكارديوم اللي بره ده البريكارديوم الليير السودا دي، فلقيت ان الماس ليجن بدات انفلتريت البريكارديوم ده واحد. او ممكن بدات انفلتريت اكتر من وول، والله كانت موجوده في الليفت اتريوم وبعد كده لقيتها سرحت موجوده بقت كمان موجوده في الرايت اتريوم، ولا كده سرحت موجوده واخده كمان الوول بتاع الرايت فنتركل. كون ان هي واخده اتنين وول ده مظهر من مظاهر الانفلتريشن. والله لو لقيت الماس ليجن موجوده هنا وبدات تمسك في الشيست وول او في الميدياستاينم يبقى ده مظاهر من مظاهر الانفلتريشن. والله لو لقيتها ماس ليجن موجوده في الوول وبدات تنفلتريت الفالف اللي موجود في النص يبقى ده برضو مظاهر من مظاهر الانفلتريشن. يبقى مظاهر الانفلتريشن الموجود او الانفيزيفنس اللي موجود عشان تسجست ان ذيس از ا مالجنانت نيوبلازم، انك لو لقيتها سرحه او واخده اكتر من وول او واخده اكتر من تشامبر او واخده الفالف او واخده البريكارديوم او واخده الشيست وول، دي كلها مظاهر من مظاهر الانفلتريشن، واللي ياكد ان ذيس از ا مالجنانت ليجنز مش بناين ليجنز، واللي يخليك تفكر ان تكون حاجه من اتنين، اما تكون ميتاستاسيس او ان هي تكون كاردياك ايه كاردياك ساركوما. الساركوما بيبقى اكتر فيها areas of hemorrhage areas of hemorrhage، فلاقيها فيها حاجات areas of high NT1، لان احنا قلنا اشهر ساركوما هي انجيوساركوما، والانجيوساركوما it is a highly vascular tumor وبيبقى اكثر عرضه ان يحصل له فيه هيموريدج وذن، وكمان لما يجي ياخد صبغه ياخد انتنس انهانسمنت وياخد صبغه بعنف فبياخد انتنس انهانسمنت ان ليد جادولينيوم ايه ليد جادولينيوم ايمجز زي ما احنا شايفين. طيب ممكن يبقى معاه ميتاستاسيس، ممكن الاقي مع ده ميتاستاسيس واشهرهم ان هو يبعت لي الايه يبعت لي اللنج او بيبعت بالمونري ميتاستاسيس. طيب الكاردياك ميتاستاسيس بقى، الكاردياك ميتاستاسيس زي ما قلنا لو بتكلم عليه it is the most common malignant neoplasm cardiac neoplasm على الاطلاق. قد ايه الكاردياك ساركوما؟ 40 في 40 مره قد الكاردياك ساركوما، مور كومن اكتر من الكاردياك ساركوما ب 40 اي 40 مره. طيب مين هم اللي يبعتوا للهارت؟ مين هو النيوبلاز المشهوره اللي تبعت في الهارت؟ اشهر نيوبلاز تبعت للهارت اللنج، الميلانوما، ودول مشهورين جدا ليه ان هم يبعتوا للنج والبريست. بريست ولنج وميلانوما اشهرهم الميلانوما واللنج. برونكوجينيك كارسينوما مشهوره جدا ان هي تبعت للهارت، وكمان الميلانوما تبعت للهارت. دول بيبعتوا هيماتوجينس اكتر. في حاجات بتبعت دايركت او ترانس فينس سبريد، ودي تهيالي اكيد في كل معظمكم شاف كتير اتش سي سي وانفلتريتنج الاي في سي وطلع للايه للهارت، ده يعتبر نوع من انواع الميتاستاسيس برضو، ودي برضو مشهوره ان الاقي بس مش بيبقى هيماتوجينس، بيبقى عن طريق ثرو ذا اي في سي او الايه انفيروفينا كيف. طيب العيانين دول بيشتكوا من ايه؟ برضو بلاقي فيه انفلتراتيف ماس ليجن موجود في الوول بتاع الهارت، الاقي فيه ليجن زي ما احنا شايفين كده سارح او انفلتراتيف
واخد اكتر من chamber او في مظاهر الانفلتريشن اللي احنا قلنا عليه ال defined lesion موجود within the wall of the cardiac chamber. هما بيقولوا برضو الرايت اتريوم اكتر او الرايت فنتريكل اكتر من الليفت اتريوم او الليفت فنتريكل. المهم لقيت انفلتراتيف ليجن ملوش معالم سارح انفلتريتنج ذا وول اوف ذا هارت, يبقى لازم احط في دماغي ان ذيس از كاردياك ميتاستاسيس رقم واحد, يليها الكاردياك ساركوما, خصوصا لو لقيت ايه اللي يرجح الميتاستاسيس عن الكاردياك ساركوما. الميتاستاسيس is very common to be associated with pericardial effusion. Very common انك تلاقي مع الماس ليجن ده pericardial effusion. فده بيبقى it is a malignant pericardial effusion نتيجة للirritation او infiltration pericardial بmalignant cells. فvery common ان يبقى معاه pericardial effusion. يبقى اللي يأكد او اللي يقوي الميتاستاسيس عن الكاردياك ساركوما لما تلاقي infiltrative lesion حاجتين, اول حاجة presence of history of metastasis, تاني حاجة presence of cardiac pericardial A pericardial effusion. شايفين الماس ليجن اللي هنا الانفلتاتيف ماس ليجن معاها pericardial effusion, ادي دي انفلتاتيف ماس ليجن معاها pericardial A معاها pericardial effusion. خلاص. طيب كمان المالتيبلستي, المالتيبلستي تؤكد او تعضد الميتاستاسيس اكتر طبعا من الكارديك ساركوما. الكارديك ساركوما هتبقى في الاخر اتز اسوليتري ماس ليجن موجوده, كون انك لقيت مالتيبل انفلتراتيف ليجنز موجودين وذين ذا هارت يبقى لازم تحط او تفيفر ذا ميتاستاتيك بروسيس عن الاي اذر اي اذر نيوبلازم. ادي واحد اثنين شايفين اكتر من ماس ليجن, ادي في ليجن هنا وليجن هنا اكتر من ماس ليجن, ده ياكد او يعضد الكارديك ميتاستاسيس عن الاي عن الاذر اي عن الاذر برايمر نيوبلازم. او انك لقيت ميتاستاسيس في اذر اورجانز, لقيت والله ميتاستاسيس موجودين تحت الجلد, ميتاستاسيس في العظم موجودين, ميتاستاسيس في اللنج. فلو لقيت اكتر من ميتاستاسيس بالمره فاكيد ده برضو في الهارت ده برضو ايه كاردياك ميتاستاسيس. لازم نحط في دماغنا ان الهارت ميتاستاسيس رقم واحد في المالجنانت كاردياك ايه في المالجنانت كاردياك نيوبلازم. طيب الحقيقه في ديفرنشال دايجنوستس رخم بيبقى موجود وشبه جدا كاردياك ميتاستاسيس اللي هو الكاردياك ليمفوم, ولكن مش عايزكم تفكروا في كاردياك ليمفوم لان اتز ا رير بروسيس, اتز ا رير باثولوجي انه يحصل كاردياك ليمفوم. الميتاستاسيس رقم واحد هي اللي عندنا, ويبقى شبه الليمفوم تبقى شبيه جدا الميتاستاسيس, ولكن ممكن تبقى في حاجات شويه تخليك ميال ان هي تكون كاردياك ليمفوم. منها انك لو لقيت الناس تيجن دي عامله انكيسمنت للفيسلز, وده طبيعي الكاردي اي ليمفوما في اي حد الليمفوما لما تيجي تنكيس الفيسل تنكيس وما تضيقش ولا تضيق ولا تقفل ولا اي حاجه, تحب تحوط اللي هي بيسموها فلوتنج فيسل ايه فلوتنج فيسل سايت, بيبقى معاه بيريكاردال ايفيوجن. العيان بتاع الليمفوما بيبقى اميون كومبرمايز, وده برضو مشهور مع الليمفوما زي ما احنا خدناها في كذا حته ان الليمفوما دايما ديفلوب مع العيان الاميون كومبرمايز, والاميون سبريشنز ده element وارد لي او predisposing factor قوي لي الكاردياك ليمفوم. طيب تالت حاجه هو تيومر ميمكس. مين هما تيومر ميمكس اللي ممكن يلخبطوني شويه مع الايه مع الكاردياك نيوبلازم؟ في حاجه اسمها كريستال تيرمينالس, وفي حاجه اسمها لايبوماتس هايبرتروفي اوف ذا انتر اتريال سيبتم, واخر حاجه الايه الثرومبس. بيقولوا ان هما they are not a true neoplasm, they are pseudo mass lesions. ممكن تلخبطني بشكل او باخر بالكاردياك ايه كاردياك نيوبلازم. اول حاجه اسمها كريستال تيرمينالس. ايه كريستال تيرمينالس ده؟ بيبقى ريدج كده موجود في البوستير وول بتاع الرايت اتريوم, بيقسم الرايت اتريوم لاثنين تشامبر تقريبا, تشامبر بتبقى ترابيكيوليتد بيبقى لاترال, وتشامبر بتبقى سموث بتبقى ميديال. المهم الريدج ده لازم نبقى واخدين بالنا منه ان ده اتس اناتوميكال ستراكشر, بيبقى موجود از ا فيلينج ديفكت ريدج لايك فيلينج ديفكت موجود في البوستير وول, وما ينفعش ان احنا نقول عليه ان ده ليجن ولا اي حاجه, لا ده اناتوميكال لاند مارك موجوده في البوستير وول بيسموها كريستا ايه كريستا تيرمينالس. ده اول واحد. تاني حاجه وحاجه مشهوره ولازم نخلي بالنا هي حاجه اسمها لايبوماتس هايبرتروفي اوف ذا انتر اتريال سيبتم. ايه موضوع اللايبوماتس هايبرتروفي؟ ان الانتر اتريال سيبتم ده بيحصل له ايه, بيحصل فيه فات بروليفريشن. طيب ده يخبطني بايه؟ يخبطني مع الكارديك ليبوم. الحقيقه اللايبوماتس هايبرتروفي اوف ذا انتر اتريال سيبتم مش موجود بس في الانتر اتريال سيبتم, ما بيبقاش موجود في اي حته ثانيه, انما الكارديك ليبوم ممكن الاقيها في اذر ايه اذر سايت. ده اول حاجه. تاني حاجة وحاجة مشهورة جدا او حاجة معروفة جدا ان الليبوماتس هايبرتروفي بيسبير الايه الفوسة اوفالس.
احنا عارفين ان الانتر اتريال سيبتم بيبقى فيه حته كده في النص اسمها فوسه اوفاليس، نتيجه لل في الامبريولوجي يعني في فوسه كده بتبقى اللي هي لو ما قفلتش تعمل ايه الاي سي دي بتاعنا. هو الانتر اللاجومنتس هايبرتروفي ياخد انتر اتريال سيبتم ويسبير الفوسه اوفاليس، فتلاقي ان في فاتي هايبرتروفي هنا وفي في فاتي هنا وفي فات هنا وفي النص ما فيش، فيعمل زي المنظر في فات هنا وفات هنا وفي النص ما فيش، فات هنا وفات هنا وفي النص ما فيش، يعمل زي المنظر اللي هو بيسموه دامبل ايه دامبل شيب، اللي هو المنظر بتاع الايه بتاع اللي هو بيتشال في الايه صاله الجيم ده، اللي هو الدامبل ايه الدامبل شيب، اكن هنا في دامبل وهنا دامبل ودي الحته اللي يتمسك منها، المهم الدامبل شيب. وده كاركترستيك لللايبوماتس هايبرتروفي بتاع الانتر اتراسيبتم، وده يفرقها لي من الكاردييك ايه من الكاردييك لايبوم. طيب تالت حاجه هي الكاردياك ثرومبس، وخلي بالكوا عشان الكاردياك ثرومبس از كومن وممكن تلخبطنا جدا مع الانتراكافيتاري نيوبلازم. طيب ازاي يفرق او ايه او ايه الساينز او ايه الخلايا الحاجات اللي ممكن تخليك او ميال اكتر ان ديز كاردياك ثرومبس؟ اول حاجه اللوكيشن، اللوكيشن مشهور جدا للكاردياك ثرومبس، ليه اماكن مشهوره جدا للكاردياك ثرومبس، منها ايه الزوائد بتاعه الاي تي ام. الاي تي ام بيبقى ليه امتدادات لبره بيسموهم اتريال اباندجز، الاتريال اباندجز دي الزوائد اللي بره دي سواء كانت رايت اتريم اباندج او ليفت اتريال اباندج بيبقى الفلو فيها قليل، بيبقى فيها سم سورت اوف ستاجنيشن الفلو، فبالتالي بتبقى اكثر عرضه للعيانين ان يحصل فيهم ثرومبس، خصوصا العيانين اللي عندهم اي اف اتر فايبريليشن الاتريم مش بيكونتراكت، فبعد وجود الكونتراكتيليتي او مفيش الكونتراكتيليتي دي بيبقى يساعد اكتر ان يحصل ستاجنيشن الفلو، وبالتالي يحصل تساعد اكتر على تكوين ثرومبس خصوصا في وجود الايه في الاماكن بتاع الاتريال اباندج، وبالتالي العيانين اللي عندهم اي اف عرضه اكتر، وده مشهور على فكره يعني احنا عارفين ان العيانين اللي عندهم اي اف عرضه اكتر للعيانين للايه للاتريال ثرومبس، عشان كده بيقول لك ما ينفعش تمشيهم على انتي كواجلانت، ما ينفعش تديهم حاجات بتزود الكونتراكتيليتي بتاع العرض عشان ما يحصلش شاورنج وهكذا للايه للثرومبس. ده اول مكان اللي هو الاتريال اباندجس، وده مكان مشهور. تاني مكان مشهور هو في الفنتريكل اوفرلاينج الحته الانفاركتد، ان شاء الله المره الجايه نتكلم على الاسكيميك كارديوميوباثي ونعرف ان الانفاركشن متبان كانها في الليت جادولينيوم ايمجز بتاخد سب اندوكارديا انهانسمنت، تلاقي في الليت جادولينيوم ايمجز الاندوكارديوم كده واخد سبب، فالحته اللي بتبقى واخده سب اندوكارديا انهانسمنت واخده التريتوري بتاع اي من التريتوري بتاعه الكوروناري، فدي بعرف ان ذيس از ان انفاركتد اريا. الانفاركتد اريا دي اون توب او عليها ممكن يتكون ثرومبس، ليه؟ لان الاندوكارديوم بقى خشن بقى ميت بقى ما بقاش سموث، فبقى البليتد سيل ان هي اجريجيت ويعمل ايه ثرومبس، فلاقي ثرومبس موجوده اوفرلاينج الايه اوفرلاينج الحته الانهانسمنت او الانفاركتد اريا، ده يرجح اكتر ان هي تكون ثرومبس. كمان لو احترت قوي ومش قادر تحلف تعمل ايه؟ تحقن عيان ده صبغه وتشوف الثرومبس، مش هتاخد صبغه، التيومر هياخد ايه؟ هياخد صبغه، وده اللي ياكد ان this is a thrombus not a cardiac neoplasm. تالت مكان مشهور برضو للكاردياك نيوبلازم الناس اللي بيركبوا السنترال فينس لاين، الناس اللي عندهم بيركبوا سنترال فينس لاين بالظبط الثرومبس ممكن تلاقيها موجوده على طرف الايه السنترال فينس لاين ده، ولو هو وصل لغايه الهارت تلاقيه متجمع حوالين السنترال فينس لاين ايه ثرومبس، وده ماكن مشهور. وبالتالي الاماكن دي is very common، الاسوشيتد فيتشرز زي الانفاركتد is very important عشان تشخص او تخليك تقول ان ذيس ثرومبس. اخر حاجه عدم وجود انهانسمنت ان ذا ليجن ده ياكد ان ذيس از كاردياك ايه كاردياك ثرومبس. وبالتالي الحاجات اللي احنا خدناهم النهارده ايه؟ خدنا البناين كاردياك نيوبلاز وعرفنا ان هما اشهر واحد على الاطلاق هو الاتريال ميكزوما، وعرفنا ان بتطلع في الاتريوم، وقلنا ان هي بتبقى ويل ديفايند نون انفيزيف انتراكافيتري ليجنز بشكل او باخر اتاتش تو ذا انتر اتريال سيبتم، ولو عندك سيني ايمجز بيبقى ليه كاركترستيك فيتشر ان هي تبقى برولابس ثرو ذا ايه ثرو ذا فالف، ممكن تلاقي فيها كالسيفيكيشن. اتكلمنا على الكاردياك لايبوما، قلنا ان هي بتبقى ليجن فاتي ويل ديفاين يطلع في اي حته، ما ننساش البريكارديال سبيس. اتكلمنا على الفايبروم وعرفنا ان هو فينتريكولار سوليتري فينتريكولار ماس ليجن موجود ان تشيلدرن، ممكن نلاقي فيه كالسيفيكيشن، وعرفنا ان هو بياخد صبغه عشان نفرقه ما بين الديفرنشال دايجنوز الثاني اللي هو بتاع الرابدوميوما. اتكلمنا على مالجنانت كاردياك نيوبلازم، وقلنا لو بتكلم على الاطلاق الميتاستاسيس رقم واحد، وبعد كده يليها الكاردياك ساركوما، الاثنين بيبانوا كانهم انفلتراتيف ليجنز، بس واحد بيبقى مور كومن اللي هو الميتاستاسيس، واحد بيبقى معاه اسوشيتد بريكارديال ريفيوجن اكتر من الثاني، واحد كمان بيبقى معاه اسوشيتد معاه
other metastasis في other organs, فده اللي يأكد ان this is a sarcoma, metastasis عن الايه, او يرجح metastasis عن الايه, عن الساركوما. اخر حاجة اتكلمنا على tumor mimics وعرفنا crystal mineralis region موجود في البوستير وول بتاع الاتريوم, واتكلمنا على lipomatous hypertrophy of the interatrial septum اللي واخد الانتراتريال سيبتم وسبيرنج الفوسة اوفاريس عمل دمبل شيب ليجن, وكلمنا على الكارديو ثرومبس وعرفنا اماكنهم وعرفنا ان هم في الاخر ما بياخدوش ايه, ما بياخدوش انهانسمنت. خلاص المره الجايه ناخد الكارديو ما بت ان شاء الله باذن الله.